مساء الخير. وأخيرا نص هي وهو يرى النور في مسرح عبد القادر علولة بعد انتظار طويل، وستشاهدونه في نهاية شهر ديسمبر إن شاء الله. سبق لي أني تكلمت وقلت بلي هذا النص هو نص يعني استثنائي، هو محاولة للكتابة، والمحاولة هذه هي مجموعة من الحالات ومن القراءات التي استوعبتها، وكانت أصبحت يعني أسود على أبيض في أوراق بيضاء. السلام عليكم. كما شفتوا اليوم رانا في آخر تحضيرات مسرحية هي وهو للكاتب والفنان الكبير بالكروي عبد القادر والمخرج سعد عبد النور، اللي رايحة تكون معه تجربة رائعة. مسرحية هي وهو هي صراع بين الخير والشر، دوري دور الأم، دور المعلمة، دور يعني زوجها تحبه من أفكاره من شجاعته، وعندهم ابنهم ياسين اللي مريض ويحاولوا بكل الطرق باش يعالجوه، هما عايشين يعني في حرب. دي الهناني محمد جهيد، ممثل من خلال العمل المسرحي الجديد لمسرح وهران عبد القادر علولة، مسرحية تحت عنوان هو وهي للكاتب بالكروي عبد القادر. رانا تقريبا في 4 أسابيع من التدريبات، كملنا مع ورشة النص ودخلنا في ورشة العمل على الخشبة، تحركات الممثلين دوك مع المخرج عبد النور. كل واحد راهي يقرب الماكسيموم من الشخصيه اللي راهي تقمصها. دونك انا في دور هو الاول او الكاتب اللي يعيش هواجس من الخوف، هواجس خوف دابور من ما يحدث خلف جدران البيت، الخوف على والده ياسين اللي راح في حالة مرض، الخوف أيضا من الآخر اللي راح يحوس عليه باش يكمل مع حياته. في فوسط كل هذه الأحاسيس هو يكتب. اللي غادي يكتبه هو نفس الأشياء اللي ممكن غادي تعيشها الشخصيات في 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 كتابة هذا الشخص. شخصية معقدة نوعا ما، قريبة من الواقع ولا واقع في نفس الوقت. كل يوم رانا نخدم على دي ديتاي، كل يوم نخدم على بليس دو ديتاي، نزيد نقرب أكثر من الشخصيات. على ربي إن شاء الله نكونوا متوافقين منا على 15 سمان باش نشوفوا أنفع معاه، منا على 3 سمان باش يشوفنا الجمهور في أحسن حلة إن شاء الله.